يقول للحيوانات المفترسة: أنا سام، لا تقترب. ألوانه جميلة، ولد من غير سم، ولكنه أراد أن يكون سما. مرحبا بك في أدغال الكون السري. ضفدع السام السام هو واحد من أخطر الحيوانات التي يعرفها البشر. يعيش في الغابات الاستوائية في أمريكا الوسطى والجنوبية. جلد الضفدع مسموم بالكامل، وإذا فكرت في لمسه سيتوقف نبض قلبك في أقل من دقيقة. والعجيب أنه قادر على فعل كل هذا وهو بطول ظفر الإنسان تقريبا. يتم التعرف عليه من خلال ألوانه الزاهية، ويتخذ ألوانا كالأصفر أو الأحمر للتحذير بعدم الاقتراب منه، وإلا ستموت. لكن هل فكرت لماذا سمي بضفدع السهم؟ ومن أين جاء السهم؟ قبائل الهنود الحمر قامت بفرك رؤوس أسهمها على جسده قبل الصيد لجعلها سامة، لذلك سمي بهذا الاسم. ولا تستغرب إذا عرفت أنه يحب التواصل مع الآخرين. نعم، فهذا الضفدع قادر على إنتاج أصوات تعمل على جذب الأصدقاء أو للتعبير عن الضيق، ويتغذى على الحشرات، ويكتسب سمومه تلك من تناول الحشرات السامة. والغريب أنه في تجربة علمية جعلوه يتبع نظاما غذائيا مكونا من الصراصير، وعندها أصبح ضفدع السهم غير سام، أي أنه بالفعل اختار أن يكون ساماً.